في إطار احتفالات الكنائس اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وبمناسبة مرور 500 عام على الإصلاح اللوثري، ألقى القس سامر عازر راعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بعمان محاضرة تحدث فيها عن أهمية التواصل مع الكنيسة الكاثوليكية وبقية الكنائس حول العمل الإصلاحي الليتورجي والعقائدي لما لهما من أثار كبيرة على الكنيسة وأتباعها في العالم. مع احتفالات العالم في عام 2017 ذكرى 500 عام على الإصلاح الإنجيلي اللوثري، يتحدث حول أهمية مارتن لوثر والعمل الإصلاحي الذي أقام فيه والعمل خلال 500 عام، والتواصل ثانية مع الكنيسة الكاثوليكية وبقية الكنائس حول العمل الإصلاحي في الكنيسة وداخل الكنيسة، الليتورجي والعقائدي، الإنجيل الكتابي. وفي سياق آخر، وفي ظل الاستعدادات والتحضيرات لعيد الميلاد المجيد، ألقى السيد أسامة مسيح محاضرة في كلية راهبات الناصرة بجبل الحسين، تحدث فيها عن التوبة والمحبة الإيمانية الخالصة لأجل استقبال طفل المغارة وما يتوجب على الإنسان عمله لتخليصه من الأثام والذنوب. شهد المحاضرة قدس الأب مودي هنديلي كاهن رعية الروم الكاثوليك في جبل الحسين وعدد من الإخوات الراهبات وجمع من المؤمنين. احنا بشارتنا بشارة ملكوت، بشارة السماء انفتحت، لانه الله ظهر في الجسد وتجسد من مريم العذراء لاجل خلاصنا، وتعب وتألم وصلب ومات وقام بعد ان تغلب على الموت ليهبنا الحياة. وهي رسالتنا في الميلاد، كل عام وانتم بخير.